سنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة بمقام الجمال، بمقام الجمال، ثم نثني بمقام الجلال، لأن الجمال معناه أنه حالة من الانشراح، حالة من الفرح والسرور، حالة فرح يمتلئ بها قلبك فيشوقك إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه مقامة الجلال، هي شعور يعتري قلبك فيه الخوف، فيه نوع من الخوف والإشفاق، والخشية، أن تتأخر في الوصول إلى الله عز وجل، أنت مشفق على نفسك. كل هذه مقامات سوف نتحدث عنها بالتفصيل. إذن هناك صفات تجعل القلب في حالة جلال، وهناك صفات تجعل القلب في حالة جمال، وأنت لا تسير إلى الله ولا يتعلق قلبك بالله شوقا إلا إذا كان فيك الصفتان معا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك قال علماؤنا: من عبد الله بالحب وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. بقدر ما يتوفر في قلبك من خوف من الجليل ومن حب للجميل، بقدر ما يكون سيرك إلى الله جل جلاله. إذن لا بد من سوق، ولا بد من شوق، لا بد من مقام للجلال نحققه، ولا بد من مقام للجمال نحققه. مقام للجمال نحققه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة الله للعالمين، على آله الطيبين صحابة الأبرار الخيار الصادقين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أبدأ هذه الجلسة المباركة بتحية من عند الله، وحي بها نفسي وإياكم في هذا المجلس المبارك الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في هذه الدروس المباركة مع هذا العنوان الدائم لنا، الذي هو عنوان المحبة التي تقرب إلى الله عز وجل، حيث تسوقنا من خلال الجمال والجلال إلى ذي الجلال. وقلنا بأننا بدأنا بالجمال لأن الجمال هو الذي بدأت به كثير من الآيات والأحاديث النبوية، وهو أحب إلى الله وأحب إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يجعل القلوب منشرحة مقبلة على الله، فرحة مستبشرة،
ترجو من الله عز وجل رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. ووعدنا في المجلس الذي مضى بأننا سنتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن مراتب المحبة، بعد أن عرفنا بالمحبة تعريفاً لغوياً وعرفنا باللغة تعريفاً شرعياً أو تعريفاً إيمانياً أو تعريفاً إحسانياً، لأن كل التعارف التي سبق يمكن أن يقال فيها بأنها تعاريف إيمانية، تعاريف إسلامية، تعاريف شرعية، تعاريف إحسانية، لأن أعلى مرتبة في الدين هي مرتبة الإحسان، كما أخبر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام حيث جعل الدين مراتب ثلاثة: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان وهي أعلى مرتبة. المحبة إذن بعد أن تصورناها وعرفنا حقيقتها، اليوم بتوفيق الله تعالى نتحدث عن مراتبها. قسم العلماء مراتب المحبة إلى عشرة مراتب. أول هذه المراتب يسمى بالعلاقة، وثاني هذه المراتب يسمى بالإرادة، وثالث هذه المراتب يسمى بالصبابة، ورابع هذه المراتب يسمى بالغرام، وخامس هذه المراتب يسمى بالوداد، وسادس هذه المراتب يسمى بالشغف، وسابع هذه المراتب يسمى بالعشق، سابع هذه المراتب يسمى بالتتيم، وثامن هذه المراتب يسمى بالتعبد، وعاشر هذه المراتب يسمى بالخلة. هذه عشر المراتب علينا أن نستوعبها الآن، سنقف مع كل مرتبة من هذه المراتب لنفصلها ولنحاول بأن ننزلها على أنفسنا، وكلها قابلة للتنزيل إلا المرتبتان الأخيرتان، فهما لله وحده، مرتبة التعبد ومرتبة الخلة. إذ المرتبة الأولى ما هي؟ العلاقة. إذ العلاقة، الإرادة، الصبابة، الغرام، الوداد، الشغف، العشق، التتيم، التعبد، الخلة. وما هي العلاقة؟ المحبة تبدأ بالعلاقة. أي محبة كيف ما كان يعدلها تتدرج بالعلاقة. لماذا كل محبة تبدأ بالعلاقة؟ ما معنى العلاقة؟ معنى العلاقة تعلق القلب بالمحبوب. إذا لم يتعلق قلبك بالمحبوب كيف تحب؟ كيف تحب؟ إذا خلا قلبك للتعلق بالمحبوب لم كيف تحب؟ أي محبة في الدنيا تبدأ بالعلاقة؟ كيفما كان نوع هذه المحبة، كانت محبة ممدوحة أو محبة مذمومة، حتى الذين يحبون ما لا يجوز أن يحب شرعا، كالذي يحب مثلا عشيقة أو يحب امرأة لا تحل له، فإن هذه المحبة تبدأ من تعلق القلب بها، حين نظر إليها تعلق قلبه بها، ومن ثم جاء الإسلام ليحمي قلوبنا من التعلق بالمحبوب المذموم. جاء الإسلام باش يحمي القلوب ديالنا باش ما تتعلقش بشي حاجة اللي محرمة، لأن ما الذي يجعل قلبك يتعلق؟
النظر، وجاء الإسلام ليحمي النظر حتى لا ينظر إلا إلى ما أحل الله. فقال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. حين تغض بصرك ستحفظ فرجك وسيزكو قلبك ويطهر، يتطهر القلب من أثر الرؤيا التي ستنقل تلك الصورة المحرمة عليك لتبصمها في سويداء قلبك. إذن مبدأ تعلق القلب من النظرة، ومن هنا جاء في الحديث: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، سهم مسموم من سهام إبليس. هو السهم، السهم الذي يرمى به من بعيد. إبليس عنده سهام يرمي بها من بعيد. ما هي السهام التي يرمي بها من بعيد؟ هي النظرة. يلقي إليك سهمه من بعيد في نظرتك التي تنظر إليها إلى محرمة عليك. النظرة سهم مسموم، ليس سهما عاديا. لو كان سهم عادي لكان أهون، ولكنه سهم مسموم فيه سم. السهم المسموم إذا رمي به الجسم أطلق سمه، أما إذا كان سهم ماشي مسموم أتحيه وترميه، لكن إذا كان مسموم بمجرد ما يصل يطلق سمه في سرير في المكان الذي رمي فيه السهم. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها لله. شوف، من تركها لله، يقول الله عز وجل: من تركها من أجلي أبدلته حلاوة إيمان يجدها في قلبه. حين تترك النظرة لله، لأنه حين يريد قلبك أن يوجه النظر إلى محرمة تتذكر سبق نظر الله إليك. إذا تذكرت سبق نظر الله إليك كففت بصرك. معنى أن تتذكر سبق نظر الله إليك قبل أن تنظر إلى الصورة المحرمة والوجه المحرم والذات المحرمة والجسم العاري المحرم، تذكر نظر الله إليك. فإن تذكرت نظر الله إليك نزل الطرف. شنو هو الطرف هذا؟ نزل الطرف، الله أعطانا غشاء نغطي به أبصارنا، غشاء أعاننا الله عز وجل على غض أبصارنا بالطرف. هذا الطرف هو غشاء وغلاف لعينك. حين تريد أن تنظر ربنا أعانك بهذا الطرف من أجل أن ترسله حجابا على عينك. فإذا أرسلت هذا الطرف حجابا على عينك ستجد حلاوة إيمان هنا في داخل قلبك، أحلى من تلك الصورة التي لو نظرت إليها لانتقل سمها إلى قلبك وقطع قلبك لأنك لا تستطيع الوصول إليها، فتبقى في قلبك تمزقه. أنت الآن نظرت إلى صورة وأعجبتك ولا سبيل لك للوصول إليها، فماذا تصنع؟ يبقى القلب متقطعا لماذا لم يصل. فمن ثم أرسل الطرف على بصرك وأسدل الحجاب، أسدل الحجاب على بصرك، تجد حلاوة إيمان داخل قلبك تتلذذ بها وتستحلي بها وتسعد بها أجمل وأحسن وأكمل من الصورة البشرية التي رأيتها. هي صورة بشرية يا عبد الله، صورة بشرية. لو تذكرت ما تحمل صاحبتها من أوساخ وأقدار وأنجاس لكففت بصرك. لو تذكرت أن تلك الصورة لو نفذ عقلك إلى ما بداخل الصورة
ماذا بداخل الصورة؟ صاحبتها تحمل إنجازا وأبوال ودم حيض وإلى آخره. لذلك من كف بصره من أجل الله أبدله الله حلالا قديما يجد وفقا به. إذا نحن في المنزلة الأولى من منازل المحبة هي التعلق. لماذا يبدأ التعلق؟ حين تعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وآياته المبثوثة في الأكوان، تتعرف إليه من خلال الآيات القرآنية ومن خلال الآيات الكونية، يتعلق قلبك بربك. يتعلق. كيف نصنع هذا التعلق؟ كيف أصنعه؟ لأن أنت الذي كلفت بصناعته في داخلك، فحين تصنعه في داخلك يأتيك من الله. الأمر يبدأ منك أنت، يبدأ منك أنت الذي تعلق قلبك بالمحبوب الذي هو الله. فإذا عرفت كيف تعلق قلبك بالمحبوب الذي هو الله تعلق. فإذا تعلق القلب بالمحبوب، هنا قد بدأت المرحلة الأولى من مراحل المحبة اللي اسمها تعلق. ولكن ما لم تعرف المحبوب، وما لم تدركه، وما لم تتصوره حق تصوره، وما لم تذق حلاوة معرفته، كيف يتعلق قلبك به؟ ما لم تعرف ربك الكريم الحليم الرحيم التواب الرؤوف، ما لم تعرف ربك المنعم اللطيف الذي تلطف بك ورحمك وأخرجك من العدم إلى الوجود ومن عليك بهذه الصورة الجميلة التي أكرمك بها، من عليك بنعمة الإيجاد وبنعمة الإمداد وبنعمة الإعداد وبنعمة الهدى والرشاد، هذه كلها أنعم تحيط بك في كل وقت وحين. نعمة الإيجاد حيث لم تكن شيئا مذكورا فأوجدك ربك، هذه نعمة كبيرة. إنسان الناس، لماذا إنسان الناس؟ بالإلف إنسان ألف أنه موجود صبي، لا، يجب أن توصل فكرك لتتذكر هذه النعمة. لم تكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كنت تصور لو أن الله لم يوجدك بقيت عدما في طي العدم. لكن ربك من عليك بنعمة إيش؟ الإيجاد. وهل الإيجاد أوجدك على أجمل مخلوق وأحسن مخلوق؟ ما أوجدك حشرة؟ هل تستحق على الله أن يوجدك إنسان كريم؟ لا. ما أوجدك حشرة كالخرفوس أو كالعقرب أو كالذباب أو كالباحوت؟ حيث كل هذه مخلوقات يا الله عز وجل قلق فكانت. وما أوجدك حمارا؟ وما أوجدك بغلا؟ وما أوجدك ذئبا ولا كلبا؟ وما أوجدك حيوان مفترسا؟ وما أوجدك جمالا؟ وما أوجدك نباتا؟ أوجدك على هذه الصورة الجميلة لتكون سيد هذه الكائنات كلها. تذكر هذه النعمة، نعمة إيش؟ إيجاد. والإيجاد على أحسن مخلوق. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، صوركم فأحسن صوركم، صوركم فأحسن صوركم، ثم أنشأناه خلقا آخر
فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه النعمة حين تتذكرها كيف لا يتعلق قلبك بالله وتحبه؟ إذن نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، هو الآن يمدك في كل لحظة، يمدك بالوجود، ولو انقطع إمداده عنك لصرت عدما، لو انقطع إمداده عنك لصرت عدما، ولكنه يمدك، يمدك بالهواء ويمدك بالغذاء ويمدك بالكساء ويمدك بالنعماء، كل هذه امدادات منه إليك. يمدك وقد أمدك، أمدك في الماضي ويمدك في الحاضر ويمدك في المستقبل. هيأ لك الأرض لتكون فراشا ولتكون مهادا، وهيأ لك السماء لتكون بناء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن حين نتعرف على الله تتعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى. لماذا سميت هذه المحبة في أول مراحلها بالعلاقة؟ لأنه إذا لم يكن هناك تعلق فلا يمكن أن يكون هناك تكوين، يمكنش تكون محبة وما فيهاش تعلق. نحن نعلم بأن النطفة التي تلقى في رحم المرأة إذا لم تكن علاقة لا يمكن أن تكون كائنا، إذا ما كانش علاقة يمكنش تكون كائنا. أي نطفة الآن، نطفة يلقيها الرجل في رحم زوجته، فإذا لم تلقح ببويضات المرأة لا يمكن أن تكون علاقة، وإذا لم تكن علاقة لا يمكن أن تكون مضغة، وإذا لم تكن مضغة لا يمكن أن تكون كائن آخر كما قال الله عز وجل في سورة المؤمنون. إذا النطفة إذا لم تتعلق بجدار الرحم، بجدار الرحم لا يمكن أن تكون كائنا حيا. ولذلك النطفة إذا لم تتعلق تلقى، تلقى في المرحلة ديال النطفة وتنتهي، تلقى تلقيها المرأة وتنتهي حياتها وينتهي وجودها. لكن إذا تعلقت، شوف إذا تعلقت بجدار الرحم، وكيف يكون هذا التعلق؟ التعلق هو أن تغرز هذه النطفة، أن تغرز في جدار الرحم، تغرز تدخل في جدار الرحم. علاش تدخل في جدار الرحم؟ من أجل أن تأخذ عناصر الحياة من الأم، كل عناصر الحياة تأخذها من الأم، عناصر دي الحياة كلها، وتأخذ الجينات وتأخذ كل متطلباتها من ماذا؟ من هذا الجسم الذي سوف تتغذى منه. هتبقى تتغذى منه هالطول الوجود ديالها هناك شحال؟ 9 شهور، 9 شهور كلها، و الجنين يتغذى من ماذا؟ يتغذى من أمه، ما عندهش غذاء استقلالي، لا، إنما يتغذى من هذا الحبل الذي يسمى حبل الصور، هنا يتغذى. إذن هذه المحبة إذا لم تصنع في القلب
مثل العلاقة التي تتعلق بجدار الرحم لا يمكن أن تكون هناك محبة ولا يمكن أن تقطع المراحل الجاية. المراحل اللي ماشية عرفناها 10 مراحل لا يمكن أن تصل إلي هذه المحبة لأنها ما تعلقت حتى تسير في طريق المحبة، ما تعلقتش الأصل. ولذلك لا بد من تعلق القلب بالمحبوب والغراس القلب بالمحبوب انغرازا حتى يصير هذا القلب منقطعا إلى المحبوب متصلا به، منقطعا إليه متصلا به، يعيش به ويتغذى به ويحيا به، يعيش به. القلب يعيش بمحبة الله، والقلب يحيا بمحبة الله، والقلب يتغذى من المعرفة بالله. لأنه حين يتعلق القلب بالمحبوب الذي هو الله سيستمد وجوده كله من الله. قلت إن هذا القلب إذا لم يتعلق بالله محبوبه فلا يمكن أن يتغذى بهذه المحبوبية، لا يتغذى بهذه المحبوبية إلا إذا تعلق بالله. فإن تعلق بالله حي بالله استمد حياته من الله، وحين يستمد القلب حياته من الله سيحيا حياة كاملة، لأنه استمد الحياة من الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ستحصل له الحياة الروحية والقلبية، فالقلب حياتان، حياة جسمية مادية، وهي الحياة التي يشعر بها كل إنسان كيفما كان نوعه. وهذه الحياة هي مقصورة على الإحساس المادي، إذا أحس الإنسان بالجوع يطلب الأكل، وإذا أحس بالعطش يطلب الماء، وإذا أحس بالألم يطلب الدواء، وإذا أحس بالعراء يطلب الكساء. لكن هناك حياة أخرى، حياة القلوب، قد يفقدها الإنسان وهو لا يشعر. والناس يختلفون في حياة القلوب اختلافا كثيرا، من الناس من عندهم حياة القلوب 10%، ومن الناس من عندهم 20%، منهم من عندهم 30 40 50 60 70، ومن الناس من ليس له حياة في قلبه البتة، ما عندوش قاع. هذا نسميه ميت القلب، لأنه ما شعر بالحياة قط، كالكفار مثلا. قال الله عز وجل: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أو من كان ميتا فأحييناه، شنو مراد بالميت هنا؟ ميت الجسد، لا ميت القلب. فأحياه الله تعالى بالإيمان، وانزرعت الحياة في القلب، وتكون من زرع الحياة في القلب هذا النوع من المحبة التي نتحدث عنها. إذن هناك أناس ليس في قلوبهم ذرة من حياة، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام فقط. ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ومن الناس من يوجد في قلبه نسبة من هذه الحياة التي نتحدث عنها قليلة، لذلك هذا الذي عنده نسبة قليلة من الحياة القلبية
لا يشعر بألم المعصية. يشعر ألم المعصية تكون عنده الشهادتان، لكن قد يقترف المعصية، يأتي بالمعصية، يأتي بالكبيرة، ولا يشعر قلبه بأنه أتى بكبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأن القلب الحياة فيه ضعيفة جدا، والذي ضعفت الحياة القلبية الروحية في قلبه لا يكاد يشعر إلا قليلا. كما قال القائل: من يهون يسهل عليه الهوان، ما لجسم بميت إلى ما لجرح بميت إيلام، ما لجرح بميت إيلام. بمعنى أن القلب الذي مات لا يشعر بهذا الجرح الذي جرح به من طرف المعصية التي ارتكبها. ولذلك قال أحد العلماء الذين أكرمهم الله تعالى بمعرفة الحياة القلبية، وأكرمهم الله تعالى بأسباب موت القلب، قال وترك الذنوب حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وقد يورث الذل إدمانا، وترك الحياة وترك حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ما الذي يميت القلوب؟ المعاصي هي التي تميت القلوب، والذي يحيي القلوب الطاعات لله سبحانه وتعالى علام القلوب. لذلك كان تعلق القلب بالمحبوب يحتاج إلى زرع حياة في القلب، فحين تزرع الحياة في القلب بهذه الصورة التي نتحدث عنها، وهي صورة تعلق القلب بالمحبوب ليستمد حياته، كما شبهنا المثال ذكرنا الآن، العلاقة نشط جهة الحياة، لو لم تتعلق بجسم حي، لو لم تتعلق النطفة بجسم حي هل يمكنها أن تحيا؟ ستلقى، هذه تلفظ الضربة. لو مات هذا الجسم اللي هو جسم أم العلاقة، هل ستأخذ هذه العلاقة على الأرض؟ هكذا تعلق القلب بالحي القيوم الذي بيده الحياة كلها يهبها سبحانه وتعالى لمن شاء. فإذا تعلق قلبك بالحي حيا تماما، إذا تعلق قلبك بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم حيا، وبقدر تعلق قلبك بالحي يحيا، وبقدر اتصال قلبك به يستمد الحياة، وبقدر قوة ذكرك له سبحانه وتعالى بقدر قوة الحياة في قلبك، وبقدر ضعف صلتك به، وبقدر ضعف ذكرك له، وبقدر خلخلة وجود إسمائه في قلبك يضعف القلب، ومن ثم كان الإيمان يزيد وينقص. والمحبة تابعة للإيمان، كلما زاد الإيمان زادت المحبة، وكلما نقص الإيمان نقصت المحبة. إذن العلاقة، التعلق، إذن المرحلة الأولى مرحلة العلاقة، اجتهد لتصنع هذه العلاقة في قلبك، أخلو بنفسك دون الناس كلهم، دون أقرب الناس إليك، ثم
ألقي نظرة على قلبك وانظر ماذا فيه من محبة الله، وماذا فيه من التعلق بالله، وماذا فيه من الميل لله، وماذا فيه من الصلة بالله عز وجل. فإن لم تجد هناك شيئا من هذه المعاني فاسجد لله عز وجل تذللا وفقرا وانكسارا، وسل الله عز وجل أن يرزقك شيئا من هذه المعاني. سل الله، لأن المسألة هي مسألة فقر وحاجة وذل وانكسار لله. فإذا انكسر قلبك لله وتذلل وافتقر ولازم العتبة، لازم عتبة العبودية، وسأل بقلب خشوع لا يرد الله عز وجل عبدا هذه صفاته، إذا لا ينفع هنا إلا السؤال والتذلل، لا ينفع هنا إلا الافتقار والانكسار، لا ينفع هنا إلا إظهار الضعف لله عز وجل، لا ينفع هنا إلا الوقوف على باب الله. فإذا وقفت بصدق ربك عز وجل لا يردك خائبا، لأنه سبحانه وتعالى وعد وعده الحق لا يخلف الميعاد. قال جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سألك، إذا سألك، إذا تحقق السؤال منه، إن إذا عندنا في اللغة العربية تفيد التحقق، مش إن سألك، لا، إذا سألك بمعنى أنه تحقق السؤال منه على الوجه المطلوب. عبادي أي الذين تقربوا إلي بعبوديتهم لي بالعبودية، لم يقل وإذا سألك أوليائي، لا، وإذا سألك صلحائي، لا، وإذا سألك المصلون لي، لا، وإذا سألك عبادي الذين جاءوا إلى مولاهم عبيدا لا يملكون لأنفسهم شيئا ولا يعتقدون أنهم يملكون لأنفسهم شيئا، يتبرؤون من الحول والقوة ويتبرؤون حتى من أعمالهم التي يتقربون بها إلى الله، ويقولون: يا ربنا جئناك أذلاء حقراء ضعفاء بلداء لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وليس لنا رب سواك وليس لنا باب سوى بابك وليس لنا راحم إلا أنت فارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. فإن سألت ربك بهذا السؤال لن يطردك الله من بابه، ولن يغلق في وجهك سبحانه وتعالى أبواب رحمته، فهو كريم وهو حليم وهو رحيم وهو تواب وهو رؤوف. فإذا آدمت القرع
تقرع اليوم وغدا وبعد غد تقرع الباب. يا رب يا رب يا رب. ربك يعطيك سبحانه وتعالى. ألم ينادي سبحانه وتعالى على عباده ويقول: يا ابن آدم أطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. ابن آدم أطلبني تجدني، فقط مجرد طلب، ولكن ينبغي أن يكون بالصدق. أطلبني تجدني مباشرة، ليس بينك وبينه حجاب. وإذا سألك عبادي فإني قريب. فإني، كل سؤال في القرآن الكريم يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تجد من بعده مباشرة كلمة قل أو فقل. يعني أسئلة كلها في القرآن الكريم الموجهة سيد النبي صلى الله عليه وسلم مروراها مباشرة، إما قل وإما فقل. إلا هذا السؤال لمحروف الآية. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن الساعة أيان مصر، ويسألونك عن الجبال فقل، فقل ينسفها ربي نسفا. كل سؤال من بعد منه قول، اللي هو خطاب سيد النبي صلى الله عليه وسلم باش يجاوب هؤلاء السائلين. هنا لا، هنا مباشرة من السؤال إلى الإجابة من الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، ولكن الفاء لا بد من الانتباه إليها، لأنها تدل على سر هناك، على شيء مكنون سري هناك. إذا حققته تحقق لك القرب من الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، علاش يقول إني قريب؟ قال فإني قريب، أي فإن كان سؤالهم على الصدق والإخلاص فأنا قريب منهم، قريب سبحانه وتعالى من كل عبد صدق الله في سؤاله، صدق الله في توجهه إلى مولاه. إذن بهذه الصورة وبهذه الوضعية تستطيع بإذن الله تعالى وبتوفيقه أن تصنع من داخل قلبك علاقة وتعلقا بهذا المحبوب الذي هو محبوب كل فطرة لم تدنس، كل فطرة لم تدنس، ففي داخلها شوق إلى الله. الفطر كلها، الله فطر النفوس على محبته. إنما أنت فقط ستحيي هذه البذرة اللي مبذورة فيك واللي موجودة فيك، فقط أنت تحييها. ما هي موجودة أصلاً في كل فطر، كل الفطر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. حنفاء أي مائلين إلى الله في الأصل. إن شنو الحنيف؟ هو المائل إلى الله في الأصل. الفطرة تخلقات ميلة لله عز وجل، أنا ميلة، أي مالة ميلة محبة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا إلى الله، إلى الدين الحق، فطرة الله. شوف، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، أي حين تقيم وجهك للدين مائلا إليه فتلك هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدل خلق الله، لا تبدل خلق الله عز وجل.
فدعوا خلق الله كما خلقه سبحانه وتعالى. هذه هي العلاقة إخوتي التي تبدأ بها المحبة، وهي المرحلة الأولى والمرتبة الأولى. وبقي فيها شيء من الكلام نرجئه إلى الدرس الآتي، سائلين من الله أن ينفعنا بجلستنا هذه ويوفقنا فيها لأن نحب الله، ونسأله أن يرزقنا حبه لنحبه. اللهم أحبنا لنحبك، اللهم إنك تعلم أنه لا نستطيع أن نحبك إلا إذا سبقت محبتك محبتنا. اللهم اجعلنا من المحبوبين عندك ومن المحبين لك، والصادقين في سؤالنا، والمخلصين يا رب في توجهنا، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.